بدأ العام 2022 برحيل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الحيدان. الطلاب يعودون إلى مقاعدهم والحياة تتماشى مع كورونا. رئيس وزراء تايلاند يكسر جمود العلاقة ويحط في الرياض. والمملكة تحتفي مرتين، 22 يوماً للتأسيس. والملك سلمان يغادر المستشفى بفحوصات ناجحة. ولي العهد يواصل شفافيته الإعلامية ويجيب على 72 سؤالاً لمجلة أتلانتيك. والحوثيون يواصلون محاولة العدوان على منشآت النفط، وهذه المرة في جدة. وبعد قطيعة الرئيس التركي في جدة، وولي العهد يرد التحية بأحسن منها ويزور أنقرة. كرة القدم تقدم مفاجأتين، الفيحة يخطف كأس الملك من الهلال، والأهلي خارج الأضواء. جو بايدن في جدة في حضوة قمم تحبكها المملكة. وساطة ولي العهد تغيث 10 أسرى بين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا. والمملكة تودع أديبها ورحالتها محمد بن ناصر العبودي، وتودع المنارة الثقافية عبد المقصود خوجة. والخالدان سامي والزيلعي ينهيان رحلة الصراع مع المرض. الملك يقر الحكومة الجديدة ورئيسها ولي العهد. والأمير يحزم حقائب الاقتصاد ويلتقي العالم في الشرق. المونديال ينطلق على حدود المملكة، والأخضر يهيئ البطل وميسي بهزيمة. والرياض قبل أن تختم العام 2022 تجمع الشرق والعرب.